الفيديو بتاع النهاردة لكل ست بيت شاطرة. أيوة، لكل ست بيت شاطرة شطورة. قومي اعملي حاجتك بإيديكي، قومي اعملي 5 كيلو شامبو هيكفوكي قد كده، هيكفوكي الصيف كله، بدل ما تروحي تشتري بالغالي. اعملي في بيتك ووفري ودبري. كل المنتجات بتاعتنا وكل الخامات بتاعتنا بتتباع في العتبة في شارع الجيش. أيوة، بتتباع في العتبة في شارع الجيش، كل المحلات جنب بعض. كل المكونات بتاعت الشامبو هكتبها لك على الشاشة، وهقولك هتروحي تعملي ايه وتعملي 5 كيلو شامبو بالجودة العالية دي ازاي. يلا بينا نصلي على الرسول ونخش نتفرج على الفيديو. دي مقادير 5 كيلو شامبو، وهكتبلك الحاجات دي كلها على الشاشة وانا بكلمك. قومي تشطري، اعملي البلسم واعملي الشاور واعملي الصابون واعملي كل حاجة في قلب بيتك، بدل ما انت قاعدة وبتروحي بره تشتري من الغلا وبالكوا. دول هنحط المقادير دي كلها بتاعت 5 كيلو شامبو. يلا بينا هنحط كده في قلب الطبق ده حوالي 3 كيلو، 3 كيلو ونص. هنحط معلقة ملح ليمون، نص معلقة كده كبيرة، يعني معلقة صغيرة او نص معلقة كبيرة. هندوبها كده كويس لحد ما الملح الليمون يدوب معانا. احنا بنحط معلقه ملح ليمون ليه؟ علشان خاطر لما ننزل بالتكسابون يفك معانا بسرعه. انا هنا حطيت 500 جرام تكسابون، لو انت عايزه تحطي فريت لميه وتبيتيه من بالليل هيكون احسن. ما عندكيش وقت زي كده وبتصوري وبتعملي بسرعه، هيدوب على طول معاكي برضه، هياخد له حوالي ربع ساعه في الدوبان مع ايه، معلقه الملح الليمون اللي انت حطيتيها. هندوب بقى كده كويس. اهم حاجة التقليب ثم التقليب. كل جميع المنظفات والشاور والبلسم والصابون بنعتمد على التقليب الجيد. هنقلب كده كويس. في بداية الفيديو كده اوعي تنسي تحط اللايك، اللايك ده بيرفع الفيديو وبيخليني استفاد زي ما انتوا بتستفادوا مني، انا كمان بستفاد ان الفيديو بتاعي ينتشر ويتفرج عليه اكبر عدد من الناس. هقلب كده كويس. انا بقى سبته كده شوية لحد ايه، لحد ما ابصه وفك خالص. هحط 150 جرام كيمبرلين. كيمبرلين ده يا جماعة معزز للرغوة، بيدي لزوجة برضو للمنتج بتاعنا. نزلي كده وقلبي. ايوه كده انا بنزل كل حاجه في قلب المنتج بتاعي. بصوا يعني كل حاجه، عشان دي بالجرامات، عشان اما نيجي نقيس البي اتش بتاعنا يبقى مظبوط كده. اقلب برضو كويس. اهم حاجه التقليب. اعملي حاجتك في بيتك واستفادي، احسن ما تروحي تشتري من بره حاجات غاليه. 150 جرام بيبي فور. بيبي فور ده برضو معزز رغوة، يعني بيخلي الرغوة كويسة وعالية معاك. اقلب كده كويس. هنا طبعا يعني وانتي بتقلبي كده بتحسي برضو المنتج بتاعك بيتقل. هحط 75 جرام ماء بلسم. ماء ملسم ده بيدي نعومة برضو للشعر، وبيدي كده لمعان للشعر ونعومة. بصي بقى لما بتحطي ماء البلسم بتحس ان الشامبو بتاعك بصي بيتقل كمان، وبيدي كده لون زي الشفاف، يعني شفاف كده. التقليب كويس، التقليب كويس، اهم حاجة التقليب. بصي كل ما بتقلبي بقى مع كله بيمتزج في قلب بعضه بتحسي كده ان في لزوجة وفي تقل ابتدى يظهر على المنتج بتاعك كده. هقلب كويس. هنعمل ايه بقى؟ هنحاول بقى نقيس البي اتش بتاعنا. البي اتش بتاعنا يا جماعة لازم يكون على 5.5، لازم يكون على 5.5 علشان ما يعملش حساسية في فروة شعرك، علشان ما يعملش تساقط للشعر. اهم حاجة نقيس البي اتش. هنا بقى هنلاقي البي اتش بتاعنا عالي كده. بصوا هو واصل لكام، يعني كده لتمانية او سبعة، يعني لا بس هو تمانية كده، تمانية.
انا عندي هنا بقى ملح ليمون. ملح ليمون هو اللي هيعمل التعادل معانا في قياس البي اتش. دولك كانوا 50 جرام ملح ليمون، انا خدت منهم معلقه شويه، دولك حطيت عليهم نص كوبايه ميه. اقلب كده كويس وانزل بقى شويه شويه واقيس البي اتش. ان شاء الله تقيس البي اتش مره 2 3 10، المهم تظبطي البي اتش بتاعك علشان ما يعملكيش حساسيه، عشان ما يعملكيش تاكل هيجان كده في فروه الراس، تحسي ان انت حاسه عايزه تهرشي في اكلان في شعرك. لا قلبي كده كويس برضو، نقلب ونقيس. هنقلب كده تاني ونقيس. اهم حاجه ما يكونش في رغوه، برضو لسه شويه عايز شويه ملح ليمون. هنا بص انا سيبته هدي كده شويه وزودت حبه كده لما لقيته تقل. انا ما حطيتش على فكره ملح، ما حطيتش ملح طعام، هو لما هدي وتقل في قلب بعضه. بصوا هنا بقت 5.5، تطلع لون الورقه بالظبط. بصوا 5.5، انا ما حطيتش غير ملح الليمون. ملح الليمون كمان هو برضو حمل له لزوجه وتقل. زودت هنا كنت بقى شويه ميه. بصوا انا بقيس تاني كده، مش عايزه اقيس في الرغوه، انا بقطعها بجد حتت صغيره، لان يا جماعه البي اتش غلي جدا. انا جايبه الصباع الواحد ب80 جنيه، يعني كتير بصراحه. هنا البي اتش خلاص بقى على، بصوا اهو، يعني على بقى على 5.5 كده، بقى امن امن امن. يعني هحط 50 جرام جريسلين للنعومة بقى والتروان، ويبقى الشعر طري كده وبيلمع بين الجريسلين. حطيت 50 جرام، هسيبه بقى يهدى خالص كده. وديك المادة الحافظة 20 جرام مادة حافظة بيكرول. اوعي تحطي فورمالين، اوعي تحطي مادة حافظة فورمالين، ممكن تحطي اي حاجة تاني، فينوكسي بيكرول اي حاجة. انا هسيبه يهدى كده خالص علشان بقى تاني يوم هحط الريحة الزيتية. انا قلبت كده كويس اهو، هحط هنا المصدف قبل ما اقفل عليه، هحط 50 جرام مصدف. مصدف بقى كده بيدي، ممكن ما تحطيش لو مش عندك، بس هو بيدي كده لون كده، تصديفه كده للشامبو بتبقى جميله قوي. بصي بقى عامل ازاي وجميل ازاي. قومي اتشطري، اذا كنت رايحه مصيف ولا رايحه في حاجه، اعملي الشاور واعملي البلسم واعملي الشامبو بتاعك، كله كله باقل التكلفه. مع ماما نونا هتوفري كتير. تنسيش تحطي اللايك، وما تنسيش تقولي عاش يا ماما نونا. بصوا الجمال والحلاوه، ايه الحلاوه دي والعظمه دي؟ شايفين؟ تروحي بقى تجيبي 5 كيلو بكام من بره، ولا كيلو بكام من بره، ولا الازازه بكام من بره. بجد بجد يعني حاجه بره. انا ضد الغلاء ده، انا ضد الغلاء ده. انا يعني كل حاجه الواحد اما يعملها في البيت اقسم بالله توفري كتير قوي. وصلتي معايا لحد كده؟ اوعي تنسي تقولي عاش يا ماما نونا، تنسيش تحطي اللايك عشان غيرك كمان يستفيد. انا هسيبه هنا بقى كده لحد كده تاني يوم الرغوه تهدى خالص، واحط بقى الريحه الزيتيه بتاعتي. اي ريحه زيتيه عندك، اي ريحه، كل جرام عليه 2 جرام، كل كيلو عليه 2 جرام. انا حطيت هنا اهوت، حطيت 20 كيلو 20 جرام زي ما انت عايزه. هو المفروض الكيلو عليه 2 جرام، انت بقى عايزه تزودي شويه، عايزه تخلي الريحه احلى شويه، براحتك. انا حطيت 20 جرام ريحه زيتيه، واي ريحه عندك شغال ومشي. بصوا الجمال والحلاوه، بجد بجد مفيش احلى من كده. ان انت تعملي حاجتك في بيتك، تعملي حاجتك بالجمال والحلاوه دي، وحاجه موفره في منتهى الجمال. شايفين الشفافيه والتظيفه
وفي الشعر في منتهى الجمال، بيخلي الشعر انسيابي وجميل. خشي اتفرجي برضو على الفيديو بتاع البلسم بتاعه، انا عامله بلسم شفاف برضو وشامبو شفاف. تنسيش تحط اللايك.